الشات في 30 دقيقة، أنا منبهر بما يحدث 30 دقيقة، ترى اللاعبين الفريقين اللاعبين قبل 3 أيام من المباراة، وهو شاهد الآن منبهر فيها. الانبهار الأكبر من حراس المرمى أوبلاك كورتوا. نعم أحمد، الحقيقة شفنا دييغو سيميوني، كنا اتكلمنا في نقطة قبل كده عن استخدامه لعبته في الملعب. النهارده شفنا ساول نيجيز بيبدأ المباراة محور، ثم بيلعب الأول بدأ وينج ليفت، ثم دخل محور، ثم رجع باك ليفت، ثم دخل محور. شفنا سانتياغو ارياس الباك رايت بيلعب ليفت. شفنا فيدريكو فالفيردي بيعيد راموس 2016، راموس 2016 عمل فاول شبيه مع كاراسكو. اللي عمله فالفيردي بغض النظر عن اي مشجع